رجل كثير السفر عمرو بن حمزه الاسلم سال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وكان كثير السفر هل اصوم في السفر؟ قال ان شئت فصم وان شئت فافطر. حديث حمزه اسمعونا يا اخواننا انه سال النبي عليه الصلاه والسلام انني اسافر فاصوم وافطر فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر. قلت لكم كل الاحاديث هذه كانت اول الامر اخر امره ليس من البر الصيام في السفر. ابو الدرداء يقول ان كنا في سفر. أبو الدرداء حدث عن نفسه، أبو سعيد حدث عن نفسه، الحديث الصحيح ليس من البر الصيام في السفر، واضح يا إخواننا؟ أحاديث الصاحب لا ترد حديث نبي الله، أحاديث الصاحب تنفع إن لم يكن لها مخالف من الصحابة، فما بالك إن كان لها مخالف عن نبي الله، واضح؟ كثير من الصحابة كانوا يقولون رحم الله فلانا من أصحاب نبي الله، شهدنا ولم يشهد، واضح؟ يا أخي ياخذوا ناس الله ياخذهم للجنة هم تظلهم ياخذوا. بقول لك عندنا حديث أخذنا به، أخذوا بأبي الدرداء أخذنا بنبي الله، انتهى.